بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أيها الأحبة، هناك حديث نبوي عظيم أحببت أن أتأمله معكم، دعاء أو خمس أشياء تفعلها تكون مؤمنا مسلما وتكون أعبد الناس وتكون أغنى الناس. الغنى أيها الأحبة ليس بالمال وليس بالسلطة وليس بالشهرة وليس بجمع الذهب أو العقار أو بجمع متاع الحياة الدنيا، لا، الغنى هو بالأساس ينبع من النفس، من الداخل، منبعه من الداخل وليس من الخارج. لذلك أولا دعوني أتأمل معكم حديث النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، ثم نتدبر كلمات هذا الحديث الرائعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، صلى الله عليه وسلم. والله حديث رائع جدا أيها الأحبة. بمجرد أن تتقي المحارم فإنك تكون بذلك أعبد الناس. إذا اتقيت محارم الله، ومحارم الله أيها الأحبة، الله حرم علينا أشياء لأنها تضرنا، كل ما حرمه الله فيه ضرر، سبحان الله. فالله يريد لك الخير، يريد أن يصرف عنك الضر، يريد أن يصرف عنك المرض، الهم، يريد أن يصرف عنك المشاكل التي تنتج عن هذه الفاحشة أو عن شرب الخمر أو عن الزنا. هناك أضرار كثيرة للربا أيها الأحبة، الله يريد أن يخلصك من هذا الضرر. هناك أضرار كثيرة للميسر أو للقمار، هناك أضرار كثيرة لشرب الخمر مثلا. طيب كل هذه المحرمات الله سبحانه وتعالى أمرك أن تتقي محارم الله وتنتهي عما نهاك الله عنه لتكون أعبد الناس. فأكثر الناس عبادة هم أكثرهم خوفا من المعصية. يجب أن تخاف من فعل المعصية أخي الحبيب، يجب أن تكون المعصية بالنسبة لك شيء مرعب، لأن المعصية قد تتطور وتنسيك الله عز وجل وتكون يوم القيامة هالكا والعياذ بالله. فإذا اتق محارم الله سبحانه وتعالى تكن أعبد الناس. طيب القضية الثانية أخي الحبيب، قضية مهمة جدا تتعلق بموضوع الرضا. طيب ارضى بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، لأن الإنسان قد يملك المليارات وهو غير راض. انظر معي أخي الحبيب إلى مليارديرات العالم، تتحول حياته إلى أرقام، يتصارعون مع بعض ليفوز كل واحد منهم برقم أكبر. يقول لك أنا ثروتي 10 مليار، الآخر يقول 20 مليار، الثالث يقول 30 مليار. طيب هو ماذا ستفعل بعد ذلك؟ إذن أنت ما دمت تلهث وراء المال أنت لست غنيا. الغني هو الذي يعف نفسه، هو الذي رضي بالقليل أو بالكثير. ما دمت رضيت بما قسم الله لك سبحانه وتعالى، مهما كان هذا الرزق
قليلا أو كثيرا، الرضا أخي الحبيب هو الذي يجعلك غنيا، غنيا في نفسك، غنيا حتى في أعين الناس. لذلك عملية الرضا هي علاج لأمراض العصر. كثير من الناس يعانون من القلق، من الاكتئاب، من قلق النوم، لا يستطيع النوم. لماذا؟ لأنه غير راض عما قسم له الله سبحانه وتعالى. إذن ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. القضية الثالثة قضية مهمة جدا، وهي الإحسان للجار. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. هذا الحديث أيها الأحبة يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول صادق في دعوته، وليس كما يدعي الملحدون. لا يوجد إنسان يحب السيطرة ويحب المال يقول لك أكرم جارك، اهتم بجارك، إياك أن تؤذي جارك. حتى إنه عليه الصلاة والسلام يقول في حديث معروف إن جبريل عليه السلام جاءه وأوصاه بالجار ولا زال يوصيه بالجار حتى ظن النبي أنه سيورثه، سيجعل له نصيبا من التركة أو المال بعد موتك. يعني تصور، الجار له مكانة عالية في الإسلام، النبي أعطاه مكانة عالية، فتهتم به، تكرمه، لا تؤذي، وتصبر على أذى، إذا هو أذاك تصبر على أذى. تكن مؤمنا، إذا صبرت على أذى جارك تكن مؤمنا. اليوم تجد مشاكل كثيرة أيها الأحبة، لا يوجد تسامح، كل واحد يريد أن يتمسك برأيه، كل واحد يريد أن ينتقم، كل واحد يريد، يعني لا يريد أن يتسامح مع جاره، وبالتالي تكثر هذه المشاكل للأسف. فإذا أنت إذا أحسنت إلى جارك وأكرمته تكن مؤمنا. هذه هي القضية الثالثة. القضية الرابعة أخي الحبيب قضية عامة، يعني أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هذا الكلام يدحض افتراءات الملحدين والمشككين. يقولون إن النبي أمر بقطع الرؤوس، بالذبح، بالقتل، بالنهب، بالاغتصاب، السرقة، كذا كذا. طيب أين ورد ذلك؟ لا يقولون، يأخذون آيات يفسرونها خطأ. والمقام هنا ليس ذكر هذه الآيات، إلا أن كلام النبي هنا يدل على أنه نبي، يدل على أنه يحب الخير لكل الناس. لم يقل يعني أحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك، لا، قال أحب للناس، أنا أحب الخير للملحدين وللمسيحي واليهودي والبوذي وكل أصناف البشر، أنا أحب لهم الخير، أحب أن ينقذوا أنفسهم من النار، أحب أن يهتدوا، أحب أن يتعرفوا على روائع الإسلام، أحبهم أن يتعرفوا على الحكمة من محارم الله. لماذا أمر الله بغض البصر؟ ليحفظ عليك عقلك وجسدك وسلامتك، لينشئ مجتمعا نقيا، مجتمع خالي من الشذوذ، خالي من الخيانة الزوجية، خالي هذه الأشياء. يعني هذا هو الإسلام الحقيقي أيها الأحبة. ولذلك هذا الأمر النبوي الذي قال وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، يدلك على أن المسلم هو الذي يحب الخير للناس. فالمسلم لا يكره أحدا. أنا لا أكره الملحد كإنسان، أنا أكره
عقيدته وسلوكه الخاطئ. عندما تنظر إلى مجرم يرتكب جريمة قتل، هذا المجرم كإنسان الله كرمه، هو نفس مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، كل الناس كل البشر مكرمون عند الله، ولكن أنا أكره فعلته الشنيعة وهي القتل أو الإجرام أو السرقة أو كذا. كذلك أنا لا أحب سلوك هذا الملحد عندما ينكر وجود الله وهو خلقه عز وجل، ولكن هذا الملحد هو مكرم، ولقد كرمنا بني آدم. فإذا أنت حتى تكون مسلما يجب أن تحب الخير لكل الناس. كل ما يقوله المشككون والملحدون ويأتون بآيات يفسرونها خطأ، ويأتون بروايات موضوعة، ويأتون بحوادث تاريخية وضعت أصلا لتشويه صورة الإسلام، كل هذا كلام فارغ أيها الأحبة. نحن أمام حديث صحيح مثبت، النبي يعتبر أن المسلم هو من يحب الخير للناس، واللفظ هنا ليس للمؤمنين، أحب الخير للمؤمنين أو أحب للمؤمنين، لم يقل أحب الخير، لأن الإنسان قد يحب الخير للآخرين ولكن يحب الخير لنفسه أكثر. هو قال أحب للناس الخير كما تحبه لنفسك، يعني اجعل هؤلاء الناس على نفس المستوى أنت وهم. سبحان الله، يعني كلام في منتهى الرحمة، يعني أنا الآن ألمس لماذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني محبته في قلوبنا وفي قلوب كل المسلمين. يعني اليوم في العالم هناك 2 مليار مسلم كلهم يحبون هذا النبي الكريم، سبحان الله. لماذا؟ هذا أمر طبيعي، لأنه هو يأمرنا أن نحب الخير لأنفسنا وكما نحبه للآخرين. القضية الأخيرة أيها الأحبة، وهي قضية للأسف اليوم يعني أصبحت داء، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، صلى الله عليه وسلم. طيب بالله عليكم، هل هذه صفات نبي؟ هل هذه صفات إنسان جاء من أجل المال والنساء كما يفترون عليه؟ نحن نشاهد اليوم الذين يحبون المال والنساء كل حياتهم ضحك وسخرية ولهو وعبث وظلم للناس وغير ذلك. مستحيل أن تجد إنسان يحب الفاحشة والنساء والمال والكذا ثم يحب الخير للناس كما يحبه لنفسه، مستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يضحك، كان يتبسم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الضحك، نهى عن كثرة الضحك عليه الصلاة والسلام، لأن كثرة الضحك تميت القلب. الإنسان عندما يضحك كثيرا تحدث عملية موت في القلب. هذا الموت ليس لخلايا القلب أيها الأحبة، بل هو موت لمشاعر القلب، لأحاسيس القلب، للإيمان في القلب. الإيمان يموت في القلب، لأن يعني سأعطيك تشبيه بسيط أختم به أخي الحبيب. تصور أن هناك يعني زلزال مدمر أو عاصفة مدمرة ستضرب هذا المكان، ستضرب بيتك وستدمر المنطقة كلها. طيب هل تجلس وتضحك؟ هل تجلس وتضيع وقتك في أم تستعد للكارثة؟ طيب أنا لدي الموت سيأتي فجأة بغتة، طيب هل أضحك وألهو وأعبث
أم أستعد للموت؟ أستعد للقاء الله؟ أستعد ليوم القيامة؟ هذا اليوم طوله 50,000 سنة. كيف أضحك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والقرآن يقول: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ فإذا أخي الحبيب، خفف الضحك إلى الحد الأدنى. هذا الضحك بالفعل يميت الإيمان ويميت المشاعر في القلب. إذا أردت أن تدخل الجنة يجب أن يكون قلبك رقيقا متواضعا خاشعا لله. استبدل هذا الضحك بالاستماع للقرآن، بدلا من أن تشاهد مقاطع ساخرة ومقاطع كذا ومقاطع كذا، لا، شاهد مقاطع تتعلق مثلا بروائع القرآن، بروائع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مقاطع تذكرك بالآخرة، تذكرك بحقيقة هذه الدنيا الفارغة، مقاطع تجلب لك السعادة، تجلب لك الطمأنينة، تجلب لك راحة البال. وأفضل كلام على الإطلاق أيها الأحبة هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفرحين برحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.